صباح الخير متابعيني الاعزاء، كراكم لاباس بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وبعافيه ان شاء الله يا ربي. كما راكم تشوفوا راني رايحه للخدمه، راني رايحه ابي. انا نسكن في طريق وهران، كما قلت لكم انا نسكن في طريق وهران وراني رايحه للخدمه للوي ام. بديت نصور هنا خاطر راكم عارفين ما بغيتش نصور كاع من طريق وهران وانا جايه نصور. يقولوا هذه مالها مسكينه هبلتها تهضر وحدها، اللهم نصور هنا في الخوا خير. دروك هي مساحه الوي ام وراني رايحه دروك البيرويا. المهم في الفيديو تاع اليوم غادي نهضر لكم على لي زافنو ولا الملاحق، ما هي لي زافنو وعلاش نديروها وما هي الانواع نتاعها، خاطر بزاف لي كومونتير وصلوني على لي زافنو من متابعيني الاعزاء، خاصة واحد من المغرب نوجه له تحياتي، وقلت له الفيديو المقبل نديره على جالك على لي زافنو. اذا تابعوني وروحوا معايا نروحوا للبيرو. راني رايحه ابي، والله لهذاك الترام كان نافعنا بزاف، كنا نجو فيه الصباح، كنت دايره كارطه تاع 100,000 تقعد لي كاع الشهر، نروح صباح ونعاود نص نهار ونعاود حشيه، بصح درك بزاف والله بزاف، ومنتظروا علينا دي الكورونا تاع الهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت في القرآن نور، أنت يا حبيبي يا محمد. هيا راني قريب نوصل. شتو لافوا كي دايره ضايعه. المهم واحد كيما يكون يتمشى هكا يرفع على روحه ولا يسبح ولا، هذه هي. ودروك نبدا في الشرح على بركه الله. شهوة افنو، قدام نهضروا على لي زافنو اللي نكونوا نعرفوا شتا هما لي مارشي او الصفقه العموميه. الوغ الصفقه العموميه هي صفقه بين لي تخوا بارتي، لونتوبريز دو رياليزاسيون، ماد دوفراج و ماد دوفر، اي مؤسسه الانجاز، مكتب دراسات وصاحب المشروع. وهذاك لو مارشي نلقوه ابروفي من هادو لي تخوا بارتي. وهذا لو مارشي فيه شروط، فيه دوفي ديسكريبتيف، دوفي كونتيتاتيف استيماتيف، كذلك فيه لا ريكاب ريكابيتولاسيون جينيرال، وفيه لو بلانينغ دو رياليزاسيون، اي مده اللي يبينوا فيه مده الانجاز في هذا البلانينغ. ولكن خلال مده الانجاز نشوفوا باللي كاين صوالح تبدلوا ولا صوالح ما كانش اصلا في لو مارشي. هنا شيء اللي نديرو، هنا يليق علينا نديرو ان نافلو او ملحق ويكون متمم لهذاك المارشي نتاعنا. مثلا هذا هو لو مارشي بيبليك، وهادو لي زافنو تاوعه. ها افنو نيميرو 1، افنو نيميرو 2، فيه لاباج دو كار، هادي لاباج تاع الكونترا اونتر لونتربريز دو رياليزاسيون اي ميد دوفراج. كذلك هنا لي زارتيكل، شوفوا لي زارتيكل، لارتيكل نيميرو 1 توجور نديرو اوبجي دو لافنو، هنا نكتبو مارشي نيميرو دو مارشي انيسيال ابروفي لو، وهنا مع التالي نديرو ابور اوبجي دو. الوغ هنا ما هي الحالات التي يجب علينا باش نخدمو فيها ان افنو؟ اذا الحالات اللي اوبليجي علينا نديرو فيها افنو هي اولا باغ اكزومبل تكون عندنا شونجمون دو كونت بانكير، اي مؤسسه الانجاز تبدل رقم الحساب البنكي تاعها. هنا بالسيف علينا نديرو ان افنو على خاطر الحساب نتاعها الاول راه في لو مارشي بوبليك، راه في المارشي. اما لا بالسيف هنا لونتربريز دير افنو تعلن فيه باللي الحساب نتاعها تبدل. كذلك او ثانيا كذلك نشوفو المدير تاع صاحب المشروع يتبدل، باغ اكزومبل يجيب ولا يجيبو مدير جديد، هنا في هذا لافنو يسموه افنو شونجمون دو كونتراكتو. كذلك او ثالثا عندنا النافنو برولونغاسيون دو ديلي، اي مده الانجاز كانت محدده في لو مارشي وعندما مؤسسه الانجاز تطالب بتمديد المده، هنا دير ان نافنو تسميه برولونغاسيون دو ديلي، هذيك المده ما قدتهاش ولا يديروا تطالب بتمديد المده.
رابعا كي تكون تاني غلطه في المارشي باغ اكزومبل لا فورمول تاع لا ريفيزيون ولا الاكتياليزاسيون دي بري لا فورمول تاعهم قد تكون فوق في المارشي هنا لونتوبريز بصفه عليها كذلك دير ان اف نوت كوريجي فيه هذيك لا فورمول. خامسا كي تكون عندنا وهذا لافون اللي نخدموه بزاف كي تكون عندنا دي طرافو سوبليمونتير ولا دي طرافو كومبليمونتير سواء كانت دي طرافو سور مارشي ولا طرافو سوبليمونتير اور مارشي. كذلك كي تكون عندنا اور مارشي هنا المؤسسه دير بروبوزيسيون دي بري اي يتفاهموا على لي زارتيكل جدد يتفاهموا على لي بري تاعهم تاع هذوك لي زارتيكل جدد في لافنو يندير فيه وفي هذا لافنو يندير فيها بوردو دي بري يونيتير وفي هذا الموديل تاع لافنو تاع لي طرافو سوبليمونتير سور مارشي ولا اور مارشي هنا لو مونطون تاع لو مارشي الاول يتبدل ويولي عندنا نوفو مونطون دو مارشي موديفي باغ لافنو رقم لافنو هذا اللي رانا فيه نيميرو 2 ولا 1 ولا 3 ولا ما ننسوش كذلك لي طرافون اون ديمينيسيون اي ان هناك اشغال ما تنخدمش ولا عندنا دي كونتيتي دو مارشي تكون كبيره على لا كونتيتي ريال رياليزي اللي انخدمت هنا هذيك لا ديفيرونس نتاع لي كونتيتي نخرجوها اون ديمينيسيون وبطبيعه الحال هنا المارشي لو مونطو تاع المارشي يتبدل. اذا متابعيني الاعزاء هذا هو الشرح المبسط حول مفهوم الحق او افنو نتمنى الشرح يكون مفهوم واللي عنده اي استفسار ولا اسئله مرحبا بكم في لي كومونتير. مع السلامه في الفيديو المقبل دمتم في رعايه الله.